بس النادي ما قدملوش علينا خلاص من يا اخي انت خلينا نحكي معاك خلاص هذا ضغوط اساسي والله نورت بدرش الباية والله منورين العباسية قبل محمد والله نورت نورت بعدين
مع الشيخ كمل معه يعني. يلا نعمل المتحف. كيف تعرف ما تدوس عادي حاجة معه والفيديو بروح عادي حاجة معه انا مش اللي عليه من قال لك يلا والحكي يصل راسه
والله كشفت لسه مالك من هضمة. لا 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 فيلم تبع من دولة مكتوب بالسجن الروسي. حلو الفيلم. محمد. في فيلم بدأ محمد. محمد. كيف اسمك يا ولد؟ الله الله عبد الله. أنا خلاص معرفة.
زين والله قمص خير الله لازم لا يا ريت طلع من جلدك وجل بعدين هو ترى هذا15 11 26 عمل لك لبسه بعد 7 فلوس صارت
كم لفه صرت لفه؟ والله هذا الحكم من الاخر كل شغله مسويها بقول لك فول 10 برافو منك ولك وصل ولا مدلل في الجمعيه الاشاره حكم البرداي امر الجمعيه من سجاير الفرد Yeah.
ايوه هذا حق الصاحب الضباب ايوه عليك له الله يسهل عليك والله ما بصير ضد اذا بناخذ رابع خامس سادس بنعمل حفله على باب النادي انا ايش انت منقارك هذا كل هناك ما فيش لعيبه يا عمنا اخوك راح خلاص ليش انت اخوك ماشي ما هي الصحافه صار برشاوي كمان يلا خليها تكمل وقفت عليكم انا صور ممنوع على الصحافه الله يصور لك وانك وغاد شفته؟ عيب عليك قدام الناس يا زلمه شفته عليك كيف شفته ابو مهند شفته قاعد بين الشيخ تبني عليه هذا مع من؟ تبني عليه هذا مع من؟ يا مالك سلامتك يا كابتن سلامتك يا كبير احمد يا لطيف انت تحكي معاه عمارة مالك بوس واحكي وصور ولا اي شيء احترم محمود انا بسط هذه عن جد عن جد بطل انا شكل ما عندي Thank you.
In the hood, y'all wanna know why it's noise in the hood? Cause it's drugs in the hood, thugs in the hood. Nigga killed the Crip and the blood in the hood. For real. Cause when niggas get tribal, it's all about survival. Nobody liable. I got caught by 5-0. Grandmama came to court with her Bible. But when the judge hit the gavel. عم بصور مباراتنا مع الحداد. صح صح يا الحداد. لا لا خليك بطلتين بعطيك بلانتي. هذا احياء الكرة النسائية في العالم في الوطني ومن افضل الأشياء علينا علينا يا حكم بالجاز هيا أحسن لاعب في الخير بس خربت الجاز I'm going to go to the hospital.
Hey,
الله.